وهتكون نسيت حاجة. لا ما انا هو بتم. طيب انا هروح اشوف سيد بيل احسن تكون راحت عليه نوم. ها طيب روحي. بونجور انيسه هانم. صباح الفل يا سلوى هانم، اتفضلي. ميرسي. يا ترى سيد بيل؟ انا جاهز اهو، بس هسبقكوا عشان اروح اسخن العربيه. انا اسف، احنا متعبنا معانا. لا ما تقوليش كده، كمال بيه لازم يركب عربيه كبيره تعمل له مقام، امال يخش المطار بالعربيه الازعه بتاعتكم دي وينزل بيها قدام الطياره، ده كان يكسفنا قدام الطيارين. انا بس خايفه نكون بنعطل سيد بيه على شغله. ما تخافيش، حسن هيروح معاكم يوصلكم لحد المطار، وبعدين يوصل سيد لحد المحل وياخد العربيه يروح بيها الكليه. هو كمال بيه حضر شنطته؟ ايوه. يا حسن، حسن، صباح الخير يا مدام سالو. صباح النور يا حبيبي. روح بقى يا حسن شيل الشنطه من عند الاستاذ كمال. لا 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 ما يصحش. الله، طب وفيها ايه؟ حسن هو الصغير برضو. لا انا كبير، بس طبعا كمال بيه اكبر. ايه ده انيس، انت لسه ما لبستيش؟ وانا هروح معاكم. طعم الله، العربيه مش هتكفي، يا دوب خمس انفار. احنا اربعه، لان ليلى نزلت من بدري قوي النهارده عندها امتحان شفوي. الله، هو انا لازم اروح المطار علشان اسلم على كمال بيه وهو مسافر؟ طب ما اسلم عليه هنا وخلاص. قصدك ما انتش عارفه، انا جبت تصريح وجبت معايا شويه دولارات، هنشتري شوية حاجات من سوق الحرة. ممنوع، ما ينفعش إلا للناس اللي هتركب الطيارة بس. ما أنا هستعمل باسبور كمان، مالكيش دعوة. بس لا بلاش، أنا أنيسة. الله، ما عنديش مزاج، أنا أصلي لما أقول لا يبقى هي لا. ايه ده؟ السكة واقفة، العربيات ملغمة الشارع كله. لازم حادثة. لا لا لا، ده اصل ميعاد دخول المدارس والموظفين، دلوقتي المرور يمشي. واحنا لسه هنستنى، ده يمكن تتعطل كده ساعتين. وهي الطيارة الساعة كام؟ الساعة 12 بالظبط التيك اوف. والطيارات الأخرى فيها تيك اواي؟ تيك اوف مش تيك اواي، هي مطعم. الساعة لسه ما جاتش 9. خلاص يبقى لسه قدامنا 3 ساعات. ايوه بس انا بحب اخرج بدري علشان بعمل حساب اي حاجه تحصل في السكه. انت طول عمرك يا كمال بيسيميست. بيسيميست؟ لا بيسيميست، بيسيميست يعني متشائم. لا واقعي يا هانم، اللفه اللي احنا عملناها علشان نوصل سيد بيه للمحل بتاعه خدت من وقتنا كتير. السيد كان عاوز يوصل حضرتك المطار الاول وبعدين يروح هو على الدكان. تقولي ايه بقى لاقتراحات سلوى هانم؟ ايوه بس الراجل كان شيك معانا، لازم احنا نكون اشك منه. حكم القوي، الظاهر المساله هتطول. مفيش فايده يا حلاوه، ارجع احسن. صح، نطلع على كوبري مصر القديمه وبعدين على المدابغ على السيد عائشه. يظهر مفيش غير كده. لازم سلكت هناك علشان كده سدت هنا. ما قلنا نستنى شويه، انما ما تسمعوش الكلام ابدا. اوف، ان شاء الله هتلحق، لسه بدري. مش معقول هنفضل واقفين كده. ما تتصرف يا حسن. هي مالها مقفله كده ليه؟ مش ابتدت تتحرك شويه؟
شايف من عندك فوق يا اسطى؟ ابدا، واقفه زي ما هي. انتوا رايحين فين بالصلاه على النبي؟ المطار. وانا رايح الالف مسكن في مصر الجديده. انا هدور واطلع من زينهم. تعال ورايا يا عسل. اطلع وراه يا عسل. انا فين يا اسطى؟ الطريق ده مش طريق. انت ماشينا مزاك ولا ايه يا اسطى؟ ما شايفين السكه واقفه، اللي عنده كلمه يلمها واللي مش عارف ينزل ياخد تاكسي. يا اخويا روق يا عم. ايه الشوارع دي؟ انت مودينا على فين كده يا حسن؟ انا عمري ما مشيت في الحته دي. دي الفجاله اسم الله على مقامك. طريق الازهر طلع راخر مقفول وشارع رمسيس مقفول، فقلت اخرم من الشوارع الورانيه دي. طب ودي تطلع على فين؟ على عباسية، ومنها على مصر الجديدة على المطار. هي الساعة بقت كام؟ باشونش يا كمال، أبد باشونش لي. قال يا مستعجل عطلة طلع. دي مسدودة خالص. وبعدين بقى؟ هم كل خرابة يطلع لنا فيها عفريت. وبعدين؟ هي فيها بعدين؟ يلا ارجع لورا ونخرج من الزنقة دي. شوف لنا حارة ضروري، هنلاقي حارة فاضية ولا شارع فاضي نخرم منه ونطلع على الشارع العمومي. يلا الزنقنا واللي كان كان. حد يعرف بالبهوات احنا بقينا فين دلوقتي؟ ساعة واحنا واقفين بالشكل ده، لا عارفين ندخل ولا نخرج. ان شاء الله هتلحق الطيارة برضو. ازاي بس؟ تاخد تاكسي. تاكسي هيمشي فين؟ هيطير فوق العربيات دي؟ اه صحيح، ده مفيش حد هنا عارف ايه الحكاية. هو لازم حادثة كبيرة. اهو ظابط المرور جاي. من فضلك يا حضرة الظابط تعالى. نعم. من فضلك، ايه اللي معطل المرور وعامل الربكة دي كلها في القاهرة؟ معلش استحملونا شوية. استحملنا كتير، على رأي المثل ما حد بيقول طق الا من حق. اصل في تشريفة وواجبنا ان احنا نأمنها. وعلشان كده مفضيين الشارع ورميننا احنا هنا، ومش مهم مصالح الناس. ارجوك يا حضرة الظابط، انا ورايا طياره لازم الحقها. امتى هتخلص التشريفه دي؟ علم علمك، لكن لما الموكب يمر تبقى خلصت. ده لازم موكب به كبير قوي. ضيف جاي من بره. مين؟ ها مين؟ علم علمك، لكن ساعه ما هنشوفه في عربيته بيمر قدامنا هنعرفه. فكرتني بايام زمان. كان بيحصل ايه؟ علم علمك، لكن بيقولوا انه كان بيحصل نفس الشيء اللي بيحصل دلوقتي وفي نفس الشارع. شارع رمسيس؟ بيقولوا ايامها كان اسمه الملكة نازلي. انت ملزم تمشي في خط السير بتاعك. خط السير بتاعي واقف ومتعطل، فكان لازم اتصرف. وانت عشان تتصرف يا اسطى لازم تاكل المحطات وتحرقها وما تقعدش فيها. طب انا كنت عايز انزل في باب الحديد. خلاص يا سيدي ما تزعلش عن نزلك في باب الحديد. امتى؟ اما نطلع من الزنقه اللي احنا فيها دي بقى. وازاي بس هنطلع من الزنقه دي لما ورانا دار عربيات وفي قدامنا عربيات؟ هي الحاره دي اسمها ايه؟ احنا في انهي حته ولا في اي حي بالظبط؟ يعني انت مش عارف يا اسطى احنا فين؟ احنا في اخطر حته في مصر، احنا في منبع بيع وتجاره المخدرات. احنا في الديارة. ايه ديارة؟ ديارة. ما هنا لو ما وصلت جنيف النهاردة هتضيع على الشركة صفقة بثلاثة مليون جنيه، لانه في منافسين كتير من بلاد تانية، وانا بحملكم المسؤولية. وانا في ايدي ايه اعمله؟ تتصرف. تركبني عربية من عربياتكم دي اللي عمالة رايحة جاية تعوي دي توصلني للمطار علشان ألحق الكاونتر بتاع شركة الطيران قبل ما يقفل. احنا عربياتنا مخصصة لمهمة تانية يا سيد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ والله على عيني، بس انا ماليش ذنب يا بنتي. ادي انتوا شايفين الظروف بنفسكم. الامتحان هيروح علينا وهنسقط. انا من ساعة ما صحيت النهاردة وانا عينيا بترف. هي مين اللجنة اللي هتمتحننا النهارده؟ دكتور شهيب ودكتور مطابع. الاتنين أسخن من بعض.
ما تقلقوش يا اولاد، هنوصل الاستاد قبل الساعه 3. الماتش في جيبنا، وهنحصرهم على الحكم الاجنبي اللي هم جايبينه على حسابهم من بره، ونسكعهم 3-0. صح، لو كانوا لعبونا في بانها كنا سكعناهم 6-0. برافو يا اولاد، فعلا كده. انتوا الاثنين خشوا الناحيه دي، وانت خد معاك واحد، يلا بسرعه ورايا، والباقي تعالوا ورايا. بص ايه ده؟ مين دول؟ ايه الحكايه؟ والله وقعت ولا حد سمع عليكم، فاكرين نفسكم هتروحوا مننا فين؟ انت قصدك مين يا حاج الظابط؟ كلكم طبعا. وفي ايه يا محترم؟ ممكن اعرف ايه تهمتي؟ لا يا شيخ، تهريب بجارة مخدرات يا نعيمة حساب يجمع. انا نعيمة الحساب يجمع؟ يا ناس بقى تبقى عطلة وكمان تهمة. بس خالص مش عايز ولا صوت. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، الركاب اللي هنا كلهم مالهمش اي ذنب، في ناس اندسوا في وسطيهم. عظيم، تعرف بقى طلعهم لي بقى ناصح. لا يا سعادة البيه، كل الناس الموجودين في الاتوبيس هنا كويسين وحلوين، مفيش فيهم حد وحش خالص يا سعاده البيت. يبقى العربيه بيه اللي فيها هيتحولوا على الاسم. لا يا ريت يا ريت نروح الاسم يا سعاده البيه، يا ريت. بس عشان نروح الاسم بقى يا سعاده البيه، لازم نطلع من الزنقه اللي احنا فيها دي. طلعنا بقى حلاوه. ده انا يوميها كنت عامله عزومه كبيره قوي، ده غير المحل اللي في مصر، اصل السيد له محل تاني في اسكندريه، ما احنا اسكندرانيه. اتفضلي يا ست انيسه. لا لا حرام عليكم، حرام عليكم. ليلى انت رايحه فين؟ هروح الكليه موت رجلي. الله، ليلى حسن الحنا يا حسن، هو انتوا ما رحتوش الامتحان؟ لا مزنوقين بالشكل ده من الصبح. انت جيت في وقتك، مش انت جاي برضه عشان تطلعنا من هنا؟ ها؟ اه طبعا طبعا، ومش انا لوحدي كمان، ده انا معايا باباكي ومامتك ومامتي وكل الناس الحلوه دي. صحيح. طب انت عرفتوا مكاننا ازاي؟ انتوا كنتوا ماشيين ورانا؟ اه ما احنا ما وراناش غيركم. هما فين؟ فين بابا وماما؟ هناك اهم. تعالوا تعالوا. ايه ده؟ انت هنا يا ليلى؟ انا فاكراكي في الكليه، ده انت نازله من النجمه. من الصبح واحنا مزنوقين هنا. البنت مستقبلها هيضيع يا ناس. الله، دي البنت دي اسمها ليلى، ليلى كمال الحمراوي، دي طالبه عندي في السكشن، انا عارفها. والطالبه اللي معاها دي عندي اسمها مروه. الله، ده دكتور شهير. ايه ده؟ والدكتور مطوع معاه كمان. دول لازم تتشافوا في امتحان النهارده. ليلى ليلى، الحقنا يا دكتور، الامتحان راح علينا. هيروح عليكم ازاي واللجنه اللي هتمتحنكم مزنوقه نفس زنقتكم؟ انا متفائل يا اولاد، انا اشك ان هم يوصلوا النهارده من قصر، لعلمكم شوارع القاهره مزدحمه بشكل غريب. وكمان الحمد لله احنا نزلنا في فندق جنب الاستاد. دي كانت كويسه طبعا. وفرضنا ان الفرقه ما جاتش يا كابتن. ياه، ده اللي احنا عايزين. بركه يا جامع، مالناش دعوه، احنا في التايم المظبوط بتاع المباراه بنقف على خط السنتر جاهزين، الحكم بيجي بيبص في الساعه بتاعته ويدي فرصه كده شويه وبعدين يقوم مصفر، كون ان هو يصفر نبقى احنا كسبنا والفرقه الثانيه انسحبت خلاص. هو ده المطلوب. يعني مبروك عليكم يا اولاد مقدما. واضح ان المساله هتطول. ولما وصلناش في الميعاد هيعتبرونا مغلوبين، لكن احنا هنوصل في الميعاد وهنلعب وهنغلب ان شاء الله. هنوصل ازاي يا كابتن؟ قوموا بينا يا اولاد.
يلا بينا يا رجاله. هوب هوب واحد اثنين هوب هوب واحد اثنين هوب هوب واحد. ايه الصوت ده؟ في امتحان شغال هنا حرام عليكم. حص ولا نفس، البنت محتاجه التركيز. الله هوب هوب واحد اثنين هوب هوب واحد اثنين يلا رجاله هوب هوب واحد اثنين هوب هوب. دلوقتي نقدر نقول مبروك ناجحين بتفوق يا بنات. مبروك يا بنات. مبروك يا رايا. مبروك يا مبروك يا سيدي. مبروك مبروك. سلام عليكم. تعالى بقى شوف الموكب ده هيعدي. يا ليلى يا حبيبتي الف مبروك. الف مبروك. عقبال كده ما نشوفها طلعت دكتوره ونشوفك طلعت الطياره. لازم تفكريني يعني. مبروك يا ليلى. مبروك يا مروه. الف مبروك. الف مبروك. هدى لشربات المزمزين ليلى والمزمزين مروة. عقبال ما نشرب شربات فرحكم. كل ده على حساب المعلم قورة صاحب القهوة. شكرا. اتفضلوا اتفضلوا. ألف مبروك. انت بتصرخي ليه؟ اختي في حاله ولاده متعثره والدكتور مستنينا دلوقتي في المستشفى. قوليلي القرن طش. ايوه يا جماعه ابعدوا شويه ابعدوا شويه، خلوا عربيه المستشفى تقدر تخرج من هنا. مفيش وقت، احنا عايزين ميه سخنه. تعالي معايا تعالي. عايزين ميه سخنه. لو انا هجيب ميه سخنه منين؟ وليه كل واحد كل واحد يا جماعه عنده عربيه يتبرع بشويه ميه من الرادياتور بتاعه. استنوا استنوا، كل واحد يشغل الموتور علشان المية تنزل سخنة. يلا يلا كل واحد يلا. السخن السخن المطلوب اهو سخن. فين المية السخنة؟ ايه هات اوعى. اهي اهي ميه سخنه اهي. جبت ميه سخنه. طيب كويس. ايوه ايه هات. ادعي لها ربنا ينتهيها بالسلامه. انا عماله بدعي من كل قلبي من الصبح عماله بدعي. يا لطيف 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 يا لطيف. يا لطيف 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 يا لطيف. سميتيه ايه؟ موكب موكب. اصلا انا بولدها ندرت نادر، لو جابت ولد هسميه موكب. طب ولو كانت جابت بنت كنت هتسميها ايه؟ تشريفه؟ لا
لو بنت هسميها زنقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الموقف الموقف الموقف. الحمد لله انتهت على خير. هتوحشونا يا جماعه، مدام زيزي هتوحشينا. عبد المنعم هتوحشنا. يا ريت المرور يتعطل كده كل يوم عشان نشوفكم. هنتقابل تاني يا عزوز. وكلمونا في التليفون يا جماعه، منتظرين مكالمتكم، ما تعتبروهاش معرفه الزنقه وبس. لا ازاي، طبعا هنتصل يا مدام سلوى، دي فرصه سعيده. مع الف سلامه. مع السلامه. معاكم العلوان، لازم تزورونا ان شاء الله. هنطلع على فين؟ ها؟ نروح فين؟ على البيت طبعا. والطياره مطارت. ايه مش هتلحق؟ الساعه بقت 3. يبقى الحق سينا من 3 ل 6. يلا يلا. كل ثلاث سنه مكانها، مش ثلاث حرس. كل ثلاث سنه مكانها. كل هو في ايه حدث الظابط؟ هو مش التشريفه خلصت خلاص؟ ايوه. امال وقفت المرور تاني ليه؟ استعدادا لعوده التشريفه. انا ممكن. نو حد شاور مكانها كده احسن.